جهاز حماية المستهلك راضي عبد المعطي في لقاء مع أونلايف إن الجهاز سيتخذ إجراءات غير تقليدية لإشعار المواطن بأن الجهاز أنشئ من أجله، وذلك عبر رسائل توعية وتفاعل من الجهاز مع المواطنين على الأرض. بدأنا في إجراءات غير تقليدية عشان المواطن يشعر أن هناك جهاز أنشئ لصالحه، أنشئ لأجله. هيتم بس رسائل توعوية للمواطنين، سيتم التنسيق مع كل الكيانات المعنية ان هنعمل عمل مشترك مع الجامعات ومع المدارس، المساجد، الكنائس، الأوقاف، وزارة الثقافة، كلنا هنعمل تناغم لتوعية المواطن في كل محافظات مصر، وفي المقابل هنعمل الإجراءات الإدارية اللي تؤكد على وجود عناصر في المنظومة البشرية تقدر المواطن المصري، تتعامل معاه بفكر غير تقليدي، تتلقى شكواه، تعمل على حلها في إطار سهولة ويسر، تخطر المواطن بحل مشكلته تقديرا لقيمة المواطن المصري. عندنا أطلقنا موقع لتلقي مقترحات المواطنين عشان المواطن يقول لي هو عاوز ايه من جهاز حماية المستهلك، ازاي اقدم له الخدمة. ان شاء الله نستفيد من اراء المواطنين في اتخاذ اجراءات اكثر سهولة ويسر لتقديم الخدمة ليهم.